ولمزيد من المتابعة والتحليل ينضم إلينا هاتفيا السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق. بعد التحية فندم، يعني كيف قرأت ما جاء بالمؤتمر الصحفي المشترك بين رئيس السيسي ورئيس وزراء الهند؟ يعني بناء على ما صرح به السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والسيد رئيس وزراء الهند في المؤتمر الصحفي المشترك الآن، يمكننا القول أن العلاقات المصرية الهندية بتدخل مرحلة جديدة كلية. فمجالات التعاون التي اتفق عليها خلال القمة الهندية المصرية في نيودلهي اليوم بتشمل مجالات في غاية الأهمية سواء بالنسبة لمصر أو بالنسبة للهند، ويمكن أن نحصرها في المجالات الهامة التالية: التنسيق والتشاور السياسي، التعاون في المجالات الأمنية والدفاعية، التعاون في المجال الاقتصادي، والتعاون في المجال العلمي، بالإضافة إلى ما صرح به السيد الرئيس في المؤتمر الصحفي في التعاون حيمتد إلى قطاعات أخرى: السياحة الهندية لمصر، الطاقة المتجددة، وفي مجال الثقافة. وأعتقد أنه بزيارة السيد الرئيس والقمة المصرية الهندية في نيودلهي اليوم، وكما جاء على لسان السيد رئيس الوزراء الهند، كل من مصر والهند العلاقات بينهما هتتم في المستقبل في إطار شراكة استراتيجية كاملة، استنادا طبعا إلى تاريخ هذه العلاقات الذي يعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي مرورا بالستينيات والسبعينيات. ثم الإرادة السياسية الواضحة من قبل مصر منذ على مدى الثمان سنوات الماضية لتعزيز علاقتها مع الهند في إطار هذه العلاقات التاريخية والحضارية كما أوضح السيد الرئيس اليوم. مجمل القول أنه هذه العلاقات بعد هذه الزيارة وبعد هذه القمة أمامها آفاق رحبة، وتتوقف طبعا على التنفيذ والمتابعة المستمرة لتعزيز وترسيخ العلاقات بين الدولتين في هذه المجالات الهامة. كما أود الإشارة إلى أنه كل من السيد الرئيس والسيد رئيس وزراء الهند أشار إلى الاهتمام المشترك للدولتين بمتابعة التطورات في المشهد الدولي وتداعيات الحرب، تحديدا تحديات الحرب الأوكرانية على اقتصادات الدول النامية ومن بينها مصر، والعمل سويا ومن خلال رئاسة الهند لمجموعة العشرين هذا العام، العمل سويا من أجل الدفاع عن مصالح وحقوق الدول النامية. وطبعا كما يعني بالفعل كما ذكرت كان هناك أيضا أكمل فكرتي أن الهند دعت مصر لتكون ضيفا على القمة، قمة مجموعة العشرين الذي ستولى الهند رئاستها بالهند في سبتمبر المقبل. بالفعل يعني كما ذكرت على المستوى مستوى مكافحة الإرهاب أيضا كان هناك دلالات لأن السيد الرئيس ذكر أن هناك تعاون دفاعي وهو محور رئيسي في أجندة المباحثات بين سيادة الرئيس ورئيس وزراء الهند، وهو محور التعاون الدفاعي. حضرتك يعني هنا الدفاع هنا ده بنفصله بعد إذن حضرتك عن محاربة الإرهاب. هو في كمان مجال جديد مصر هتتعاون فيه مع الهند، وهو مجال في غاية الأهمية بالنسبة اللي هو الأمن السيبراني. طبعا الهند متقدمة جدا في هذه المجالات، تكنولوجيا المعلومات، الأمن السيبراني، وكما جاء في حديث السيد الرئيس أمام المؤتمر الصحفي المشترك اليوم أنه هيبقى فيه حضرتك في المجال الدفاعي هيبقى في هتواصل كل من مصر والهند التدريبات المشتركه بين القوات المسلحه المصريه والهنديه.
وهنا بس أحب أشير أنه الحرب في أوكرانيا يعني في دروس مستفادة من الحرب الأوكرانية. إذا كنا نتحدث عن المجال التعاون بين مصر والهند في المجال الدفاعي، وأثق تماما أنه سيتم على مستوى طبعا القيادات العسكرية في كل من مصر والهند التباحث حول هذه الدروس المستفادة، ويمكن وكيف يمكن للجيشين المصري والهندي ان هم حتى التدريبات المشتركة انه ياخذوا هذا في الحسبان. عموما ما سمعناه اليوم على لسان السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وعلى لسان السيد رئيس الوزراء الهند، طبعا يمكننا القول بكل ثقة واطمئنان ان العلاقات المصرية الهندية بتدخل مرحلة جديدة طموحة وواعدة على أساس واستنادا إلى الصداقة التاريخية التي ربطت الدولتين في الخمسينيات والستينيات وحتى منتصف السبعينيات. بالفعل، وكان هناك أيضا أثر كبير لدعوة سيادة الرئيس السيسي كضيف شرف رئيسي في احتفال مهم في الهند وهو يوم الجمهورية، يعني ما دلالات ذلك؟ حضرتك يعني طبعا ده دي أول مرة رئيس جمهورية مصر العربية يتم دعوته للمشاركة وكضيف شرف في احتفالات الهند بيوم الجمهورية، وده تكريم كبير لمصر وفي شخص السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي. دوت حضرتك يعني تفسيره أو ممكن ننظر إليه أنه الهند بتراهن على الدور وعلى الثقل المصري في الشرق الأوسط، في شمال أفريقيا، في أفريقيا، وفي تعاون الجنوب الجنوب. الهند تطمح إلى أن تكون لاعب أساسي في ليس فقط في شمال الكرة الأرضية، وإنما تريد أيضا أن يكون لها حضورا قويا في الشرق الجنوبي، جنوب خط الاستواء، أي الدول النامية وتعاون الجنوب الجنوب. وبالتالي الهند ترى أن من ضمن الدول أو القوى الإقليمية، القوى العربية، القوى الأفريقية التي تستند إليها في قيام بهذا الدور هو تعزيز تعاونها مع مصر، مما لا شك فيه. من ناحية أخرى، كل هذا إن دل على شيء بيدل على الدور المصري حضرتك في المرحلة الحالية وفي المستقبل في دعم الأمن والاستقرار والازدهار الاقتصادي في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفريقيا. على ضوء طبعا هذا الدور بيزداد أهمية حضرتك عندما نأخذ في الاعتبار تداعيات الحرب الأوكرانية على الأمن والاستقرار والأوضاع الاقتصادية ليس فقط في الدول النامية وإنما على امتداد العالم. يبقى انه بما الاراده السياسيه المشتركه المصريه الهنديه متوفره في اطار هذه الشراكه الاستراتيجيه الجديده التي اعلن عنها اليوم، يبقى ان على الاجهزه التنفيذيه في مصر ان هي تواصل حضرتك وتتابع بصدق واخلاص تنفيذ كل ما سيتفق عليه في زيارة السيد الرئيس للهند. وأختم حديثي مع حضرتك أنه السيد الرئيس من خلال هذا المؤتمر الصحفي وجه دعوة للسيد رئيس الوزراء الهندي بالقيام بزيارة رسمية لمصر. شكرا جزيلا لك السفير حسين هريدي مساعد وزير الخارجية الأسبق.